روتين كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خبري اليوم، نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. وصل الملك محمد السادس سمسنا الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادما من فرنسا بعد مشاركته في قمة المناخ العالمية، وذلك تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني 44، إذ شارك كضيف كبير على هذه الاحتفالات الكبيرة، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل يقوم بها الملك لهذا البلد. وجاءت زيارة الملك للإمارات من أجل تقييم نتائج الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وكذا تنمية الروابط الوثيقة بين الشعبين المغربي والإماراتي، ومشاركة الإمارات احتفالات ذكرى تأسيس الاتحاد. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتقدم فيه العلاقات بين البلدين إلى مستويات قياسية في كل المجالات. وللمزيد من المعطيات بهذا الخصوص نستمع للخبير الاستراتيجي إدريس قصوري في تصريح لقناة شوف تيفي، نتابع. هو بغض النظر عن العلاقة الاستراتيجية الآن ما بين الإمارات والمغرب اللي تشمل مجموعة ديال المجالات اقتصادية واجتماعية وكذلك قضايا سياسية ذات صلة بالإرهاب اللي البلدين منخرطين فيها واللي تجسدت في أرض الواقع هذه السنوات الأخيرة عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين في إطار تعاون الطرفين وتكاملهم، لا بالنسبة لتأهيل الموارد البشرية، لا بالنسبة لاستغلال الموارد الطبيعية، لا بالنسبة للرؤى في العلاقات الخارجية والدبلوماسية، واللي نبع أولا من تجديد القيادات في مجموعة من المناطق الدول الإقليمية معينة. أن المغرب كيعمل على توسيع دائرة العلاقات دياله بشكل اللي ما يكونش فيه تركيز على جهة من الجهات أو دولة من الدول، وبالتالي هذه غاية في حد ذاتها. ثم الخصوصية ديال الملك محمد السادس الآن هو أنه يستثمر جيدا الفرص المتاحة سياسيا وعلى المستوى الدبلوماسي من أجل تعميق العلاقات الثنائية مع البلدان في لحظات اللي كتكون فيها المشاعر الإنسانية والاجتماعية والنبيلة والوطنية حاسمة، سواء على مستوى الدول والأنظمة أو الشعوب، وبالتالي استثمارها في الحضور والمشاركة العاطفية والوجدانية لهذه الدول في اللحظات الوجدانية ديالها، وليس فقط غير العلاقات البراغماتية في التعاون الاقتصادي أو السياسي. ومن المنتظر أن يتوجه الملك بعد انتهاء زيارته للإمارات إلى دولة السعودية، إذ سيجري مباحثات رسمية مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حول العديد من الملفات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.